بولي جوليوس سامبو وحمزه خابه هاد جوج مهاجمين من افضل جوج ريوس حربه اللي كاين حاليا في البطوله الوطنيه، ولكن كل واحد بين هاد جوج والستايل ديال اللعب ديالو. بولي جوليوس سامبو مهاجم لي كلاسيكي وكيعرف غير الشبكه، وهادشي اللي تيخليه مرعب في المساله ديال 1 في 1 قدام الشبكه. اما حمزه خابه تعتبر مريوس حربه العصريين، مهاجم اللي تيلعب تسعود وتيلعب كمهاجم ثاني، وفي نفس الوقت تيخرج من مركز تسعود باش يستلم الكره وتصنع اللعب للاجنحه ديك الساعه عاد تيدخل يهجم. المهم الجوج ديال ريوس حربه كل واحد والستايل ديالو، ولكن دجل نشوفوا شكون افضل راس حربه بين هاد الجوج. واش حمزه خابه النجم ديال الرجاء العالمي، ولا بولي جونيور سامبو النجم ديال فريق وداد الامه؟ كيف ديما غادي نحطوه في الميزان ديال المقارنه ونشوفوا شكون افضل راس حربه بين هاد الجوج. ونبداو باول فقره وكيف ديما بالقيمه التسويقيه. جونيور سامبو اعلى قيمه تسويقيه وصل لها غير في هاد الشهر هذا، واللي وصلت القيمه التسويقيه ديالو حاليا 500,000 دولار. وغير باش نقول لكم بلي جونيور سامبو القيمه التسويقيه ديالو في هاد الموسم تقريبا ضربات في 10، لان في بدايه الموسم بولي جونيور سامبو كانت عنده القيمه تسويقية 50,000 دولار. نمشي دابا للاعب الثاني اللي هو حمزة خابة. حمزة خابة وصلت اعلى قيمة تسويقية ديالو عاوتاني غير في هاد الشهر هذا، واللي وصل القيمة التسويقية ديالو حاليا 650,000 دولار. وهادشي تتبين على قوة حمزة خابة في هاد الموسم هذا. كما تشوفوا من ناحية الفقرة ديال القيمة التسويقية، حمزة خابة احسن من بولي جونيور سامبو. على هادشي الفقرة الأولى غادي نعطيوها لحمزة خابة، والنتيجة الحالية هي 1-0 لحمزة خابة. نمشي دابا للفقرة الثانية اللي هي الفقرة ديال المراوغات، ونبداو الفقرة ديالنا بولي جونيور سامبو. جونيور سامبو اللي تيشاهدوا في هذا الموسم هذا هو اضعف مهاجم اللي تيعرف يراوغ، بل بالعكس تماما ما تيعرفش نهائيا يراوغ 1 في 1. وثاني حاجه اللي تتوصل له الكره تحت الضغط ولا قدامه شي مدافع دغيا تضيع له الكره، لان اصلا الخصائص ديال المراوغات عنده ضعيفه بزاف. اما اللاعب اللي في المواجهه ديالو اللي هو حمزه خابه، فهو بكل صراحه هذا اللاعب هذا اسطوري من ناحيه المراوغات، لان اصلا حمزه خابه تعتبر من ديك المهاجمين الثانويين، يعني تيستمد القوه ديالو من المراوغات ومن صناعه الفرص. واصلا تيشاهد جوج مهاجمين في هذا الموسم هذا راه تيعرف مزيان باللي حمزه خابه احسن بولي جونيور سامبو من ناحيه المراوغات. على هادشي وحنا مغمضين علينا غادي نعطيو هاد الفقره هادي لحمزه خابه، والنتيجه الحاليه هي 2-0 لحمزه خابه. نمشيو للفقره الثالثه اللي هي الفقره ديال السرعه، وكما كنعرفوا باللي ريوس حربه راه ضروري خاص تكون عندهم العامل ديال السرعه، لانهم تيحتاجوا هاد العامل هذا في الكونتر اتاك. فالمهاجم اللي راس حربه تقي راه تيضيع الفريق ديالهم بزاف ديال الفرص اللي تيكونوا عباره عن مرتده. على هادشي هاد الفقره هادي راه مهمه بزاف. نبداو هاد الفقره هادي بولي جونيور سامبو. بكل صراحه المعدل ديال السرعه ديال بولي جونيور سامبو طايح بزاف، وهادشي تيبان بزاف في الهجمات المرتده ديال الفريق. وتشوف فريق الوداد في اغلبيه ديال الهجمات المرتده تيعتمد على اجنحه اكثر من راس حربه، وهادشي تيشكل واحد العائق اللي صغير من ناحيه الهجوم المرتد ديال الفريق. اما من ناحيه حمزه خابه، حتى هو عنده المعدل ديال السرعه اللي ناقص واحد شويه، ولكن بالمقارنه ديال بولي جونيور سامبو فحمزه خابه افضل، لان اول حاجه كما قلت لكم حمزه خابه تعتبر مهاجم ثانوي، والمهاجم الثانوي من ناحيه السرعه تيكون احسن من المهاجم الكلاسيكي، وهادشي اللي واضح حتى داخل الملعب. فحمزه خابه بكل صراحه اسرع من بولي جونيور سامبو في هذا الموسم. على هادشي الفقره الصراحه حتى هي غادي نعطيوها لحمزه خابه، والنتيجه الحاليه هي 3-0 حمزه خابه. نمشي دابا الرابع فقره اللي مهمه بزاف اللي هي تسجيل الاهداف، واصلا تسجيل الاهداف راه من المهمه ديال راس حربه. نبداو باول واحد بحمزه خابه. حمزه خابه في هذا الموسم هذا شارك مع الفريق ديالو في 29 مباراه بمعدل 1852 دقيقه، من هاد 29 مباراه استطاع باش يسجل 7 ديال الاهداف. اما اللاعب اللي في المواجهه ديالو اللي هو بولي جونيور سامبو، ففي هذا الموسم هذا شارك مع الفريق ديالو في 32 مباراه بمعدل 2380 دقيقه، من 32 مارس استطاع باش يسجل 19 هدف. كما تشوفوا من ناحيه الفقره ديال تسجيل الاهداف كاين واحد الفارق اللي شاسع بين بولي جونيور سامبو وحمزه خابه. واصا كما قلت لكم باللي بولي جونيور سامبو من ديك المهاجمين اللي تيعرفوا يماركيو، وهادشي اللي واضح حتى في هذا الموسم هذا. على هادشي وحنا مغمضين علينا هذه الفقره هذه غادي نعطيوها لبولي جونيور سامبو، والنتيجه الحاليه هي 3-1 لحمزه خابه. نمشيو دابا للفقره الخامسه واللي مهمه بزاف، اللي هي الفقره ديال صناعه الاهداف. واصلا كنعرفوا مزيان باللي اللاعب اللي تيلعب كراس حربه خاص ضروري تكون فيه الخاصيه ديال صناعه الاهداف باش يكون راس حربه اللي متكامل. نبداو باول واحد اللي هو بولي جونيور سامبو. بولي جونيور سامبو كما قلنا في هذا الموسم هذا لعب 32 مباراه، من هاد 32 ماتش راه صنع هدف واحد. اما اللاعب اللي في المواجهه ديالو اللي هو حمزه خابه، كما قلنا لعب في هذا الموسم هذا 29 مباراه، من هاد 29 مباراه استطاع باش يصنع 5 ديال الاهداف. وكما تشوفوا من ناحيه الفقره ديال صناعه الاهداف فحمزه خابه احسن بولي جونيور سامبو بزاف، وهادشي اللي تيبين باللي حمزه خابه واحد المهاجم اللي متكامل من ناحيه تسجيل الاهداف وصناعه الاهداف، وزيد من ناحيه المراوغات ومن ناحيه السرعه. واصلا في العصر الحالي ديال كره القدم المهاجم الكلاسيكي ما بقاش واكل بزاف، بل المهاجم العصري ولات تكون عنده واحد الاضافه اللي كثيره بزاف، خصوصا المهاجم العصري تيكون متكامل. بالمقابل راس حربه الكلاسيكي تيبقى يساين حتى توصلوا الكره، وهادشي اللي تيخلي اللاعبين ديال الفريق يديروا واحد الجهد اكثر باش يوصلوا له الكره. المهم لو
وصلنا لهاد الفقره هادي غادي نسولكم واحد السؤال اللي مهم. شكون بالنسبه لكم افضل راس حربه بين هاد الجوج؟ واش بولي جونيو سامبو النجم ديال الوداد ولا حمزه خابا النجم ديال الرجاء؟ ويلا في تلك معكم حفيظ وتهلا.